السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايكروسوفت باور بوينت هو ان لوجيسيال دو بروغراماسيون، بمعنى ان باور بوينت هو برنامج مخصص للعروض التقديمية المتحركة وغير المتحركة. هناك مجموعة من الخطوات اذا تم تطبيقها يصبح الشخص قادرا على انشاء عرض تقديمي احترافي. هذه الخطوات سأقدمها عبارة عن دروس متتابعة سهلة ومبسطة. وفي هذا الدرس الأول سأقوم بشرح واجهة البرنامج وتهيئها حتى يسهل التعامل مع باقي الخطوات. فلنبدأ على بركة الله. عند فتح البرنامج تظهر لنا هذه الواجهة، وهي تحتوي على عرض جديد ومجموعة من القوالب والسمات الجاهزة. وبالضغط على أوتوكتين تظهر لنا مجموعة أخرى من النماذج الجاهزة، وهذا الشريط يمكننا من البحث عن قوالب وسمات جديدة. غشيخشي دي موديل اي دي تيم اونلين، نكتب هنا ما نريد، وبمعنى أن هذه القوالب الجاهزة سواء هذه أو التي توجد فوق فإننا لا يمكننا تحميلها إلا بوجود الإنترنت، وسوف نتكلم عن ذلك لاحقا. نختار نوفيل بريزونتاسيون. هذا هو الوضع الافتراضي عند فتح البرنامج. فهذه هي مساحة العمل الرئيسية التي سنقوم بإضافة العناصر إليها، وتسمى ديابوزيتيف بالفرنسية أو شريحة بالعربية. وفي الأعلى نجد شريط الأدوات، وكما نرى أن الرموز كل أداة، هذه هي الرموز وهذه هي الأداة، نرى أن رموز كل أداة من هذا الشريط مقسمة إلى مجموعات، هذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة إلى آخره حسب وظيفة هذه الرموز. كما نلاحظ أن هناك اسم تحت كل مجموعة وغاغاغات إلى آخره. وفي الأعلى، يعني أعلى شريط الأدوات، يظهر شريط العنوان، وعلى يساره نجد شريط قائمة الوصول السريع، يعني لبار دو تيل داكسي رابيد. هذا الشريط يمكننا أن نضيف إليه الاختصارات الأكثر استعمالا حسب كل شخص، وذلك بالضغط مثلا على هذا السهم واختيار إحدى الأوامر أو الرموز من هنا، وبالضغط عليها يتم إضافتها إلى هذا الشريط، ولإزالتها يمكن الضغط مرة أخرى عليها أو بالضغط على اختيار إحدى الرموز والضغط عليها بالزر الأيمن، ثم الذهاب إلى أجوتي لا باغ دوتيل على باغ دوتيل داكسي رابيد فيتم إضافتها. يمكن إزالتها بالضغط عليها بالزر الأيمن أيضا واختيار سوبريمي دو لا باغ دوتيل داكسي رابيد. أما على يسار الديابوزيتيف أي هذه الشريحة، تظهر جميع الشرائح الموجودة في العرض، إذا كانت 5 أو 6 أو 7 تظهر لنا الشرائح مرقمة من 1 إلى عدد الشرائح التي قمنا بإنجازها، ويسمى هذا الجزء بديابوزيتيف. ويمكن تغيير مكان هذا الديابوزيتيف من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، وذلك بالذهاب إلى أفيشاج ثم نختار تغيير سونس دافيشاج، فنختار مثلا إلى من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين دو غوش أدغوات. هذا الجزء أسفل ديابوزيتيف يمكننا من إضافة الملاحظات، مثلا يمكننا إضافة ما نشاء من ملاحظات، ويمكننا إخفاؤه أو إظهاره بالضغط على نوت مرة أخرى. أما هذا الجزء
فهو يمكننا من التحكم في مجال الرؤية ودرجات التكبير والتصغير بالضغط على ناقص أو بالضغط على زائد أو بالضغط على هذا الجزء مع السحب نحو زائد أو السحب نحو ناقص، ولضبط مجال حجم الرؤية ليتناسب مع نافذة البرنامج نقوم بالضغط على هذا الرمز. أما هذه الرموز فهي تمكننا من التنقل بين طرق العرض المختلفة، مثلا نضغط على هذه أو هذه أو نورمال. أما هذا الجزء فهو يعرض لنا ويمكننا من التعرف على بيانات العرض المفتوح من مثلا هنا عدد ديابوزيتيف التي قمنا بإعدادها. يمكننا أيضا تغيير تنسيق باوربوينت بالذهاب إلى فيشي تماما كما في وورد، ثم أوبسيون، ثم تيم. هنا نختار هنا ما نريد، هنا اون كولور غري فونسي بلون، نختار اون كولور ثم اوكي. قلنا ان هذا التخطيط هو افتراضي بالنسبة للشريحة الاولى، وبالضغط على نوفيل ديابوزيتيف لاضافة ديابوزيتيف جديد يعطينا هذا التخطيط المختلف، وهذا التخطيط هو يكون افتراضيا لباقي الشرائح التي سيتم إضافتها. مثلا جميع الشرائح ستكون بنفس التخطيط وهو تخطيط مختلف عن الشريحة الأولى، لكن يمكننا إضافة تخطيط فارغ بالذهاب إلى هذا السهم من نوفيل ديابوزيتيف ثم اختيار فيد، وبالضغط عليه وإضافة نوفيل ديابوزيتيف يعطينا نفس خصائص هذه الشريحة. وبالنسبة للشريحة الأولى يمكننا مسح مثلا مسح هذا التخطيط أو مسحها من القائمة بالضغط عليها ثم سيبريمي. يتوفر باوربوينت على مجموعة من التنسيقات لتيم، فبالضغط على كونسيبسيون تظهر لنا هذه المجموعة. نختار مثلا التنسيق الذي نريده ثم نضغط عليه، ونلاحظ أن هذا التنسيق تم تطبيقه على جميع الشرائح وأيضا الشرائح التي سنضيفها. مثلا سنضيف ديابوزيتيف جديدة، نضغط نوفيل فيتم تطبيق نفس النموذج عليها. إذا أردنا أن نطبق هذا التنسيق على شريحة واحدة من اختيارنا، مثلا نضغط على الشريحة التي نريد أن نطبق عليها تنسيق معين، نضغط عليها ثم نذهب إلى كونسيبسيون ونختار التنسيق الذي نريده، ثم نضغط بالزر الأيمن على الفأرة والضغط على أبليكي أو ديابوزيتيف سيليكسيوني، نضغط هنا فيتم تطبيق التنسيق على شريحة المختارة. ثم يمكننا تطبيق شريحة مختلفة بنفس الطريقة، نذهب إلى كونسيبسيون ثم نختار هذا التنسيق وبالضغط على بالزر الأيمن على الفأرة كليك دغوات، ثم أبليكي أو ديابوزيتيف سيليكسيوني. وهكذا. وإذا أردنا أن نطبق تنسيق معين على باقي الشرائح مرة واحدة، نختار التنسيق المراد ثم نقوم بكليك دغوات و أبليكي ديابوزيتيف كورسبوندونت،
وهكذا تم تطبيق هذا التنسيق على باقي الشرائح التي كانت فارغة بدون تنسيق. أما هذا الجزء فيمكننا من تغيير الألوان على التنسيق الذي قمنا باختياره. فمثلا نقوم بالضغط على هذا اللون يعطينا لون مغاير مع نفس التنسيق، أو اختيار الألوان من هنا هكذا يعني أنه يغير اللون فقط الألوان. أيضا إذا كان هناك خط كتابة. وفي هذا الجزء وبالضغط على ميزون فورم دو لاغيت بلوم تظهر هذه النافذة، نتمكن من خلالها من تلوين الشرائح بطرق مختلفة. غومبليساج اوني تعني أننا سنقوم بتلوين الشريحة بلون واحد، غومبليساج ديغرادي يعني بلون متدرج أو بألوان متدرجة، remplissage avec image ou texture هذا يعني بالضغط عليها سنختار التكستور من هنا من هذه الأيقونة وبالضغط عليها تظهر هذه النافذة، نختار منها ما نريد. وبانسيري سنختار صورة من على نختار الصورة التي نريد مثلا هذه انسيري. موتيف دو غومبليساج نختار الموتيف الذي نريده، ثم اللون ايضا الذي نريده، ومن هنا لون اخر. وبالضغط على ابليكي بارتو سيتم تطبيق هذه التنسيق، هذا التنسيق الذي اخترناه على جميع الشرائح. ابليكي بارتو وهكذا. وكما رأينا فإن هذه التنسيقات لتم ليس لها محتوى، بمعنى أنها فارغة بعكس القوالب الجاهزة كما سنرى. فإذا قمنا باختيار نموذج من هذه القوالب مثلا، نضغط على هذا النموذج فيعطينا أن نقوم بتحميله. كما قلنا سابقا أنه لابد من وجود الإنترنت، نضغط على غي فتم إنشاء عرض جديد يحتوي على مجموعة من الشرائح، وهي تحتوي على مجموعة من الإعدادات كما نرى هنا، مجموعة من الشرائح هي مجموعة من الإعدادات. هذا هو الفرق بين القوالب الجاهزة وبين التنسيقات. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وإلى درس قادم إن شاء الله.